يا أيها المخلص المحب بشدة. رقم واحد، عايزك تطمن اللي من نصيبك مش هيروح لغيرك، واللي مكتوب لك اللي هيحافظ لك عليه اللي كتبه لك سبحانه وتعالى. فخد بأسباب الاستثمار في الحب بالعطاء والكرم والتسامح، لكن توقف عن المراقبة والضغط والأسئلة الخانقة. اللي عايز يخونك أو يعمل حاجة من وراك هيعملها مهما حلقت عليه، فاستثمر في الحب بالعطاء والتسامح وفوض أمرك لربنا سبحانه وتعالى. رقم اتنين، في مثل مصري جميل قوي يقولك ابعد حبة تزيد محبة، وكأن المثل ده بيقولك خلي فيه مساحة للخصوصيات مع صاحبك، مع العيال، مع شريك الحياة، حتى لا يتحول هذا الحب على الطرف الآخر لتضييق مش مصدر بهجة وسعادة. فيا أيها المحب المخلص طمن، الله عز وجل بيرعى هذا الحب لو كان من نصيبك، فواحدة واحدة حتى لا يتحول الحب لعبء شديد على قلبك. اللهم يا رب احفظ لنا أحبابنا، وارزقنا الحكمة في القرب أو البعد عنهم، واجعل القليل ببركتك في أيدينا كثيراً.